هادي الليل المدار ايض نسامها تندفع صوت ما تحتى يا هالي دايره من الصوت تركض عكرمها من شمقها نايره والمود عالي زانت الوذبه وزينها علمها باسم زايد شيدة وفيها احتفالي لي بناها يوم بفكار حلمها لين وصلها على حد الخيالي أصبحت جنة وبالحلقة وسمها صانها عن كل طمع احتيالي قدها ورسبها قممها لين سلمها صناديد الرجال من بعد حكم الخليفة استلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام من كل مكان، ما زالت الانطلاقات متواصلة في هذا اليوم وهذا التحدي الأصيل ما بين الأصايل على أرضية ميدان الوثبة شوطنا 11 للجعدان المحليات. الأصايل مع هذه الانطلاقة المثيرة والشعارات التي تزين هذا الميدان تبحث عن الناموس والانتصار ليتقدم مباشرة مع اللي وصل في صدارة هذا الشوط، اللي تقدم وتزعم هذه الجموع اللي وصل من الجانب الآخر، اللي أتانا هناك ميسان محمد بن سلطان بن رشيد السويدي الدور دور المركز الثاني، اللي قادم في هذه اللحظات الرمح سعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي من يأتي على ثاني المراكز، المركز الثالث مرحب مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي، والمركز الرابع اللي أتانا على رابع المراكز في هذا الانطلاق المثير والتحدي الرائع، يصل في مياس سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي، والمركز الخامس اللي يتقدم الجامح محمد بن راشد بن تريس الظاهري، المركز السادس الوصول والتحرك من الغزال عبد الله بن الطير بن سهيل العامري، والمركز السابع وصل هناك اللي يتقدم ظاهري محمد بن راشد بن سعيد بن عيد الطنيجي، والمركز الثامن وصل في هذه اللحظات شاهين صالح بن هزيب بن سيف المزروعي، المركز التاسع القدوم على تاسع المراكز في هذا التحدي وصل هناك مبعد محمد بن مبارك بن محمد العامري، والمركز العاشر على عاشر المراكز في هذا الانطلاق لافي احمد بن راشد بن محمد المنصوري من يقدم لنا لافي، والعشر المراكز الاولى الاسماء الكبيره الاسماء العملاقه الاسماء المتميزه، لكن ما بعد العشر اشوف سرب من الجعدان الاذاعه، ما بعد العشر اسماء كبيره ورنانه ليعود مع الصداره ليتقدم مع الصداره اللي وصل على صدارة هذا الشوط، هذا اللي يغير مجريات الأمور، هذا بقول سليل سالم بن سالم بن علي بن راشد الغيلاني من يأتي على صدارة هذا الشوط يقلب الموازين حتى هذه اللحظات. الدور دور المركز الثاني اللي يصل فيه مرحب مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي من يأتي على ثاني المراكز ليتقدم هناك مرحب ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الثالث اللي وصل في هذه اللحظات اللي قدم فيه ظاري محمد بن راشد بن سعيد بن عبيد الطنيجي من ياتي على ثالث المراكز، والمركز الرابع اللي وصل على رابع المراكز الغزال عبد الله بن الطير بن سهيل العامري، ولكن شوف الدخول
الدخول. شوف الدخول اللي هناك ياتي من عمق الميدان، ياتي من هذا الانطلاق، يتقدم فيه يتقدم المارد فالح بن سيف بن فالح الشامسي، من ياتي في هذه اللحظات ووصل هناك، وصل زيدان حمدان بن حمد بن ايضا بن حمد بن بياد الرميثي، المركز السابع اللي ياتي في هذه اللحظات الوصول من مياس سعيد مسهيل بن الدلاوي الاكتبي. ما شاء الله يا هذه الاسماء الكبيرة والعملاقة، والتحدي هناك المثير. ضاري من يتقدم محمد بن راشد بن سعيد الطنيجي، والوصول من الجانب الآخر وصل الغزال عبد الله بن الطير بن سهيل العامري. ما شاء الله وتبارك الرحمن يا الأسماء اللي بدت بارك بن راشد بالحبال الاكتبي عاشر المراكز اللي يتقدم في هذه اللحظات. وصل هملول محمد بن خزام بن محمد المنصوري. يا سلام يا سلام يا هذا الانطلاق المثير، يا هذا التحدي المثير، يا هذا الابداع المستمر ما بين المشاركين، ما بين الاسماء، ما بين الشعب التي تزين الميدان، التي تزين هذا الميدان. ولكن العودة اللي ما زال يقود أيضا هذا الانطلاق المثير، ليتقدم الغيلاني يقدم لنا سليل سالم بن راشد أو سالم بن علي بن راشد الغيلاني، لكن اللي غير مجريات الأمور المارد. الانطلاق المثير والتحدي الرائع فالح بن سيف بن فالح الشامسي، من يغير مجريات الامور، من يغير ايضا صدارة هذا الشوط. المركز الثالث زيدان حمدان بن حمد بن بيات الرميثي، من ياتي في هذا الانطلاق. وصل هناك، وصل في هذه الانطلاق كفو محمد بن طالب بن فري بن هادي الغفراني، من ينطلق في هذا الابداع الجميل. شعار بن خالص بدا في التحرك الظاهري محمد وصل في هذه اللحظات، يقدم لنا شاهين في هذا الابداع الكبير، في هذا الانطلاق المثير. ولكن وين العودة؟ العودة مع الصدارة، العودة مع دارة، العودة مع الانطلاق. الكيلو الأخير هناك أيضا مع هذا الإبداع الكبير، مع هذا الإبداع الكبير، ما بين شاهين، ما بين المارد، ما بين كفو، ما بين شعار الرميثي، من يقدم لنا زيدان. شعار بن خالص بدأ في التحرك في هذا الانطلاق المثير والتحدي الرائع، ولكن كفو محمد بن طالب بن فري بن هادي الغفراني، وصل بن بيات الرميثي. من ياتي في هذه اللحظات؟ من يقدم لنا زيدان؟ حمدان بن حمد بن بيات الرميثي. ولكن شوف اللي غير مرور الكرام، شاهين سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي يقدم الدمى الشاهينيه في ال 400 متر الاخيره. يا
سلام يا سلام يا هذا الانطلاق الكبير يا هذا الابداع المستمر اللي يقدمه شاهين سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. الله مع هذا الانطلاق المثير مع هذا الابداع المتميز. سلام 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 بن رشيد سلام على هذا الانطلاق على هذا العرض المثير والرائع. تهانينا والناموس. المركز الثاني اللي اتانا على ثاني المراكز في هذا الرئيسي هناك زيدان حمدان بن حمد بن بياد الرميسي الرميسي المركز الثالث اللي اتى على ثالث المراكز هناك الرمح سعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي المركز الرابع وصل هناك مسيان خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الخامس اللي قدم لنا كفو محمد بن طالب بن فري بن هادي الغفراني من قدم لنا ايضا العرض المثير والتحدي ايضا الرائع. شاهين بن رشيد يحسم ايضا هذا الانطلاق ولحظات وصول شاهين الى خط النهايه الى هذا الابداع الى هذا التميز الكبير والعملاق. تهانينا والناموس لداعم ايضا هذا الشعار علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. التوقيت الزمني 9 دقائق دقيقتين ثانيتين بالوفاء والتمام. تهانينا جزئين من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني اللي اتانا هناك ايضا مع هذا الانطلاق ضاري محمد بن راشد بن سعيد بن عبيد الطنيجي 9 دقائق 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث 9 دقائق ثماني ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والتحدي المثير.